سيفاكس صاحب 38 سنة بالتأكيد من أدار الافتتاح سيدير المباراة النهائية أمير العماري أم يتركها بالتأكيد للآخر. الكرة فيها تصويبة ولكن الكرة سهلة تصل إلى إبراهيم تسقط الآن لكن الكرة تعود من جديد. العراق يضغط يصوب يا رباه هدف عراقي أول هدف عراقي أول خطوة واحدة لصناعة التاريخ لتحقيق الذهب لمعانقة المجد للوصول إلى الأحلام اللي عيونه الثنتين على أيمن يخلي وحده البايش اللي عيونه الثنتين على أيمن يخلي وحده الإبراهيم يخلي وحده الإبراهيم يدافع الآن ويتراجع في منطقته صلاح الإحيائي الكرات العالية الله على التمريرة من التمريرة من التمريرة من التمريرة ماذا يقول الحكرة العالية الله على الهروب شايف بعد ذلك وشايف الاستلام من قبل جميل اليحمدي هل كان هناك اشتراك لم يكن هناك اشتراك من حارس المرمى جلال انظر إلى العراق انظر إلى العراق حسين علي قوية مستحيل انظر إلى العراق علي المحاولة فيها مرور فيها حل فردي فيها صلاح فيها صلاح فيها الإحيائي فيها ركلة جزاء فيها ركلة جزاء من أول تهديد عماني يصلون إلى ركلة الجزاء لم يجمل الأحمدي يتقدم الله مستحيل يا جلال هذا ما تحتاجه العراق في موقف كهذا الموقف حارس الكرة تسقط الآن الدوران يأتي التلاعب يأتي الكرة بتتخلص من إلي فاضل إلي فاضل بيشتتها بيلعب لكرة طويلة وعالية الجماهير تنتظر صافرة الروماني في هذا التوقيت في تلعب لكرة مستحيل مستحيل تحيا عمان تحيا السلطنة تحيا يا صلاح الإحيائي في آخر فرص خليجي كرة ثابتة للعراق عرضية رأسية الكرة بتعدي الكرة يقبل في الافتتاح فقط كرة عرضية الله كرة في مباراة ما زالت تبحث فيها عن الفائز بكرة عالية الآن السورس منزلها سقوط حسن عبد الكريم ركلة جزاء يا رب أي لقطة تحرك وجهي أمجد عطوان أمجد عطوان الله وستجد طريقا لشفاء جراحك التي ظننت أنها لن تشفى أبدا عن طريق الوسود الله على كرة من جميل جميل اليحمدي عرضية مستحيل مستحيل لا يموت العماني لا يموت العماني أبدا مستحيل اللقطة إنها تتمسك بهم ويتمسكون بها إنها تريدهم ويريدونها إنها ركلة الجزاء الكرة العرضية الآن من أمجد رأسية مستحيل مستحيل الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ الأبطال وحدهم يكتبون المجد يكتبون الذهب يحققون الحلم يصنعون أمجادهم الله يا مناط